الو الو مرتي نزهة، عم تسمعيني؟ الو الو، عم بسمعك بس مستغربة طريقة الاتصال، حول. لا يا حياتي ما تستغربي، لأنه بهيدا البلد السلك مراقب ولا سلك مراقب، وهيدي أحسن طريقة احكي فيها معك من دون ما تتبسط علينا المخابرات. يا ويلي قديشك ذكي، ولك كتير ذكي انت فلتة، ولك مخ انت تعريف. لا أنا الذكية، أنا الذكية يلي تلقطت بواحد مثلك. حول. ألو ألو عما ألو فيكم بحلقة جديدة من كوميكاز. في كتير ناس ما بيعرفوا الفرق بين السكرتيرة والزوجة. الفرق بسيط، السكرتيرة بتلاقي لك دايما أعذار ولو كنت عامل السبعة ودمتها، أما مرتك لو كنت عم بتموت ما بتلاقي لك عذر. السكرتيرة بتنفذ أوامرك، مرتك بتعطيك إياها. السكرتيرة مثل غنية بوس الواوا، ومرتك مثل غنية لسه فاكر. سكرتيرة بطعمة الكنافة، والزوجة بطعمة جبنة الركفور، ودايما الفرق بين الزوجة والسكرتيرة حوالي 30 كيلوغرام. يمكن كل اللي قلته يحبب الرجال بالسكرتيرات، بس لا، زوجة بتصمد لك مصرياتك، أما السكرتيرة بتصرف لك إياهن. زوجة يمكن ما بتضحك لك قد السكرتيرة، بس أكيد ما بتضحك عليك. وآخر شي السكرتيرة بس تبطل مدير بتتركك، أما مرتك فبتبقى لازقة فيك لآخر نفس، وحتى لو كنت أفقر رجال بالعالم. لكل الرجال المجوزين بقول الله يخلي لكم نسوانكم. نستقبل سوا بزقفة كتير كبيرة الكوميكازيين فادي الشربل وأنطوانيت عقيقي. مصور فادي، مصور أنطوانيت. عسكين يا مطير، عسكين يا مطير. قرب. كيفكم اليوم؟ عظيمين. بس اليوم مقسومين، أنا عظيمة بس في شغلة مش عجبتني. ليه اليوم مقسومين ضد بعض؟ لا لا، احنا مش مقسومين اليوم، نحن جايبين شوية خضرة معنا لأنه بدنا نفرمهم فرم بإذن الله. فرم. أنا فكرتك بدك تعملي لنا تبولة يا أنطوانيت. لا لا، عالسكينة بطيخ اليوم. هلا شوف شو بدنا نعمل. بمين رح تبلشي؟ فيهم كلهم. جرد يا ويلي. جرد، مين معك بفريقك وانت كمان فادي؟ يا معي اقوى كوميكازي ريمو صليبا. ومعنا الكوميكازي فؤاد لدوم. اصابيع البوب والخيار. فادي يا حرام شو مساكين، انتو معكم مجموعة بسيطة بس نحن اللي معنا القبضيات المزبوطين. رحبوا معي بزقفة كتير كبيرة بالكوميكاز إلي الرعي. ورحبوا معي كمان بالسكسية، أصلي أقول بالكوميكازية دل الحلو. دل الحلو. أهلا 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 أهلا، نوري. أنا شايفتكن الليلة كتير قوية بس ما في شي بيجمعكن. بلا، اللي بيجمعنا جات الخضرة اليوم. غير جات الخضرة. رنبكي بتجمعنا. شو هن؟ أول شي أنت بتجمعين. أوكي. ولك جميل ويا وردي أنا. تاني شي كوميكاز بيجمعنا. هيدا ما في مهرب مني. وأهم شي بيجمعونا شخصين بكتير سلبي وبكوميكاز، هن صاحبي هالبرنامج لبيل عسيف وجيسكار لحوت. وقبل ما تسألينا شو اسم فريقنا،
راح خبرك انه نحن سمينا فريقنا كثير سلبي تيم. ايوه شيء حصان تيم مطبوخ. تيم ابيض ولا تيم اسود؟ على اساس اليوم خضره وما خضره. أنت انتم شو سميتوا فريقكم؟ نحن كوميكا تيم. كوميكا انا كوميكا تيم. اهلا وسهلا اهلا وسهلا بالفريقين يلي فعلا بيرسموا البسمه والضحكه على وجوهنا وعلى وجوه كل المشاهدين. في دولي حامله هيدي بايدها حطيها دولي. بقلك ساعه بتقول شيء ما لا له ساعه بقلك برافو عليك انت قلت لي ما تحطيها 20 20 لها اياها كل شيء دولي بتتلقط فيه ما بتتركه هو ما بيتركني. ان شاء الله ما تتلقت فيك يا فادي. يلا تفضلوا اهلا وسهلا فيكم. اكيد اهلا وسهلا فيكم. تفضلوا على مدربكم. تفضلوا. ومثل العاده رح اطلب منكم على السريع كل واحد يختار اسم مساند لفريقه من هالست اشخاص اللي رح نشوفهم. بما انك عم تطلع فيي فادي رح بلش معك. ما فيني ما اطلع فيكي. شو هيدا كركواز اللي لبستيه؟ لا بير ارتواز. بير ارتواز يا ويلي يا ويلي هالبير شو خارج نبش فادي. هات لو قلنا هالسطر اللي نعبي هيك يا فادي نبش على صورة هلا. هات لشوف مين بدي نقي. انا رح نقي لك شو هذا جوليان. جوليان بتصور ايه على بعضه. انتوانيت. ريتا. ريتا. دولي. ميرا. ميرالين. فؤاد. شارب ماريبال خوفتنا مطلع فيي. اوكي الي. تانيوس. تانيوس. ريمو مسك الختام مين بتختار؟ ما بقى لي الا لارا. 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 فاذا خلينا ندعي الفريقين المساندين. اهلا وسهلا فيكم. بمجرد وصولكم حطينا برصيد كل فريق منكم مبلغ 3000 دولار. ما بعرف اذا ملاحظين معي قد ايه الصبايا حلوين. بما انكم الليله هالقد متحمسين وعلى غير عادي رح نبلش بفقره كومي دجل لنشوف مين منكم رديته رح يعجبوا ويضحكوا اكثر الفريقين المساندين. شفت المشكل خرج الكب. ايوه جوز رجال ومع ناست ضد عنيتها اتنين وشب. ضد رجال ومع وشب. ضد عنيتها اتنين وشب. ضد عنيتها اتنين وشب. ضد عنيتها اتنين وشب. اوف 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 انقبر شيل عويناتك الهيئة مش شايف مظبوط. نبر نبر يا عمري هاتي نبر شيل عويناتك الهيئة مش شايف مظبوط. نحنا جوز الرجال وست وانتو بنتين وزحلوط. بنتين وزحلوط وانتو بنتين وزحلوط. اوف 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 دمك لولا بتحس جاي تجلس مقتاي. ما بصدق الا عدس يا ابو شعر الانتاي. يا ابو شعر الانتاي. يا ابو شعر الانتاي. اوف 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 الشعر اللي براسي دفى. الشعر اللي براسي دفى. اللي براسي دفى وعن هالقرعة شو رح اقول. ما بشبهها بالقفا بشبه قاب التستيكل. بالقفا بشبه قاب التستيكل. لك اوف 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 اوف. لا تنسوا انه الراعي بخر الشعار كبار. ايوه اوتا احكي ما في داعي. اوتا احكي ما في داعي بصوصح زغلول وكنار. أيوة. بي سليم الراعي. بيو بشعره كبير ومش ختيار. بصوتي برجف افاعي
ضفري ريشي للمنشار برفض أي مساعي بمعركتي قائد مغوار أيوة. بشرب حليب سباعي روح كفي مدرج للمطار أيوة. والليل مني ساعي يلا اتحدث وعير صغار أيوة. الأول شيء إنه واعي والتاني مخه مثل صفار بيض ما ودربي شيء أن الدجاجات ودي كله طير الو يا راعي بحالك مغرور ايوه الو يا راعي بحالك مغرور معك غيرت الآية حلو وتسلم لي بعدك ساعور وانت اللي بدك رعاية وتسلم لي بعدك ساعور وانت راعي وداير بالي عليك يا سعور بهالحقلي ايوه والله بيشفق قلبي عليك بتاكل كرسني وبقلي والله بيشفق قلبي عليك بتاكل كرسني وبقلي الو اوف 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 الو كرامة هالناس الحلوين ايوه ولانك ما بتتوقع وتتعرف عقبالك مين وقع راسك بدك دقة وتتعرف عقبالك مين وقع راسك بدك دقة اوف 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 وعدنا الناس خلفنا الوعد واخصامي عم بيضيعوا ايوه واللي بيفتح تمه بعد بدي اخلع له نيعه واللي بيفتح تمه بعد بدي اخلع له نيعه اوف اوف بكره عنا رح ينقال نحلي علقت مع نحلي هيدي العلقة بدها رجال فريستيجي ما بيسمح لي هيدي العلقة بدها رجال فريستيجي ما بيسمح لي هيدي العلقة بدها رجال فريستيجي ما بيسمح لي اوف 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 نحن رجال بكل مجال ما سمعت بهالحكاية اللي بده يجرس رجال يحط قباله انتاي اوف 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 حاجز هام علينا تزد تكبر ما بيني وبينك جاي تتمرجل عاست والله بقور لك عيني الله جاي تتمرج العازف والله بقور لك عيني اوف 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 وقف لي رجالك بالصف بالصف عيطلن وين ما كانوا يا لطيف واللي بده ياكل كف بهر له كل سنانه واللي بده ياكل كف بهر له كل سنانه خلينا نشوف كم مرة تضحكوا الفريق المساند لفريق كومي تيم عدوا معي مرة اثنين ثلاثة أربعة أربع مرات وبقي برصيدهم 2600 دولار وهلأ صار دور نشوف كم مرة تضحكوا الفريق المساند لفريق كتير سلبي تيم نشوف سوا مرة اثنين ثلاثة أربعة كمان أربع مرات وكمان بقي برصيدهم 2600 دولار يعني تعادل لحد يتهلا كومي بريك سريع ومنرجع لنشوف حسونة شو عمل مع مرته بليلة الدخلة
وسهلا. الشنطة بحطها استاذ. حتى عندك هونيك. ان شاء الله عجبتكم الأوضة. عجبتنا كثير. هيك تقرب لهون تشوفوا. هي الأوضة لإلنا؟ ايه اكيد. ايه فيها تخت واحد، أنا وين بنام؟ ولو مسيو حضرتكم عريس وعروس جداد بتنام حد المدام. وبركي كانت بتلبط. شرفني أنا. بركي كانت بتشن كثير. بركي كانت شرفني بركي بتشق تحتها. طيب إذا عايزين شي بدكم شي عيطوا لي. أنا عايزة. أنا بدي كاس ويسكي دوبل مع ثلاث ثلجات. أوكي. وأنا كمان بدي. تفضل. بدي كاس دوبل شاي. مع ثلاث ملاعق سكر. شاي؟ إيه شاي. بعمل لك ينسون؟ في؟ إيه بركي سكرت على الشاي يا زلمة. ليش زعيل؟ هتنعل؟ يلا كل ما بدنا شيء. بس انا بدي شيء. شو بقى يا بيي؟ شو حبيب مصاري يا بيي؟ هدي هاي 250 ليره. روح تشبرق فيهم عمول. لا ووزع للشباب تحت، مش تاخذهم لوحدك. بين عليك. ليك اذا اعطيتك 100 دولار بتخليني اتفرج؟ ها فيه بقى. حياتي. هذا حياتك. ميرسي على هالعرس الحلو. تكرم عينك. المهم لبيت لك طلباتك. اكيد لبيت لي طلباتي وبيضت لي وجهي قدام امي. ايه هيدا همي. حياتي قرب شوي. لا ما 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 فيي قرب. ليش هيك عم تفكر فيي؟ لا لا عم فكر بالديونات اللي دفعتها للبنك. يا بيي شو بده مني كمبيالات يا بيي؟ العرش بكلف. ما تقلي هلا ما بقى عندك ولا حساب باسمك؟ لا بلا بعد عندي حساب. وين؟ على الفيسبوك. ايه عم بمزح معك. معي مصاري كتير. معي 2500 ليرة ومعي أكتر. شو حياتي؟ حياتي؟ إيه حياتي شو؟ قلي شي كلمة حلوة. زنود الست. قلي شي كلمة تهزني. مرجوحة. حياتي. قلي شي كلمة تحسسني أني مرتك. أنت طالق. يا حياتي حاسة جواتي بنار. طفيلي ناري. إيه يلا. وين؟ وهيدي الطفاية وين؟ وين؟ بلا هضامة. مش عم بتهضم. تعال عندي. نو قرب. ما قرب لحدي. ما فيني قرب لحدك. ليه ما فيك؟ اكل توم. معليه حياتي توم له كتير فوايد. ايه بعرف. ما الماما قالت لي كل توم بصير لسانك كلي. قرب لعندي. تعا 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 حاس حالي معزية. تعا 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 ما ما حياتي قرب لحدي. بدي وشوشك عن قريب. وشوشيني عن بعيد. لا ما فيي. ليش ما فيكي؟ قرب. ما بدي. ليش تستحي هالقد؟ انا ما مستحي. بس ما فيني اقرب عليك. ليه بدي اقرب؟ قرب. ما بدي اقرب. لك تعا. شو اغتصاب هي؟ انا كثير خايف. ما بعرف ليش. تعا احسن ما انا اقوم وجيبك. ما انا كل عمري اجي لوحدي.
ايه بيجي لوعدي انا على طول. مش رح يمشي الحال هيك، انا قايمة شيبك. نو بلا عركشت. تعالي عجي تسار. لا قدي مع التخت، لا قدي مع التخت، لا قدي مع التخت. يخرب بيتك وحشة. أنا هيك وحشة، ما تتوحشتي عليك. أنا بموت بالوحشنة. موتي لوحدك، ليش موتيني معي؟ حياتي هلا بدنا نشلح الجاكيت ببرود والقميص دني. ما بتبرد وما بتدني. يلا اشلح. لا بدنا نشلح الجاكيت والقميص. الماما قالت لي انه ما تشلح قدام البنات، عيب. ولك يا حياتي انا مش بنات، انا مرتك. يا حرام، اذا مرتي ما بتكوني بنات. اذا على هالمعدل مبلا اشلح. خلصنا. طيب مش ضروري، مش ضروري، خلص خلص بلا شاكات والقميص. اوكي اشلح السنتور. سنتور سنتور سنتور. كل شيء ولا سنتور. ولك ليش؟ باكل ظبط. عم نفسي عم نفسي حياتي الليلة أنا المفروض آكل ظبط. بس مش هيئته. خلصني اشلح السنتور احلى ما اوريك من الشباك. انت كتير قوية. اوكي رح اشلح السنتور. يلا بابا وجهك. مش هي الرزق. يلا خلص عم بشلح. اضرب من الماما. هذا السنتور شلح. هلا صار فيك تشلح البنطلون. نو ها 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 ما بشلح البنطلون انا. بلا بدك تشلح البنطلون. بشلح اشلح البنطلون. بدك تشلح البنطلون. ما فيني. طيب ليه؟ شو بعرفني ما فيني. بتصفي كثير زعرانه. حياتي مش زعرانه، اشلح البنطلون. طيب خلص اشلح البنطلون. يلا احلى ما انا شلحك. اه خلص انا بشلحه. اوكي. كل شيء بدك تعمله. يلا. لك خلص طيب. ها؟ ما بشلح البنطلون؟ أنا اللي بشلحه، تفضلي، شلحتي. شو هيدا؟ البنطلون؟ كلسون عصبي؟ إيه كلسون عصبي، الماما على طول بتلبسني إياه من أنا وصغير. ليش بقى؟ إيه قلت ما آكل هوا. إيه بصير في مغص بمعدتي وبلش تز تز تز. يلي بيستحي بتروح عليه. وشو ولدي يروح عليه؟ مرته بتروح عليه، تظهر عليه. ايه وتروح عليه مش احسن ما تركب على كتافه وتدندل اجريها ويفطس من ريحتها؟ يا بي شو بدك فت خبز؟ ايه بدي كثير فت خبز الصبح، لان بشرب حليب مع فت خبز. انت قبل ما تتجوزيني ظهرت كثير مع ناس قبلي؟ يا حرام زعجتها بالسؤال. لا يا حياتي سوري سوري زعجتي. مش مشكلة، لا بس عم بحسبهم مش عم تخليني ركز. يطلعوا لهم شي 43. اه 43 1766 واحد. هيدا عدا الصهو والغلط. يا بي فيهم 09؟ لا 01. بس بوعدك من اليوم وبالطالع كل واحد بظهر معه رح سجل له اسمه حتى ما انسى حدا. اه أوكي. ايه خلص. وهيدا اول واحد. تعال اقول لك بلا وجع قلب بلا وجع راس. ليك اي ساعه بيخلص دوامك؟ خلص. ايه عال مش لقلب. لوين رايحين؟ رايحين جيب لك البيبروني من عند امك. جبتها معي. طلعتها معي بالجهاز. ليش؟ في قوات فاضية بالأوتيل؟ أكيد. إيه وين؟ أي فاضية؟ تفضلي. ميرسي. هيك الماما ربتنا لما الجارة تضيفنا منقلها ميرسي ومناخد حقي وحدي ولما الماما
بيي شو حلوة أحلى من هيديك. لا أنت بيطلع من أمرك شيء أصلا رجع. خلينا نعد سوا كم مرة ضحك الفريق المساند لكتير سلبي تيم. منشوف سوا. مرة، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11 12 13 14 15 15 مرة. وبقي برصيدهم $1,100. زقفة كتير كبيرة لإلهم. إذا راح مد بيي وبيك يروحوا يلعبوا بشي صلين هادو جماعة الكوميتي مدري عشنك. ليش قالي هيك عم تقول؟ عم تزيدها. لايكي إذا راح مد بيي وبيك هلأ مولف أنا والفريق والشباب الطيبة سكتش سامعة كيف؟ خلين نروحوا يندبوا ببيوتهم. يلا استاذ فادي سدول خلي. يلا خلي الحمد لله على السلامة. كومي بريك ومن بعده بنرجع. يه طلع ضغطي 14 على 8. 14 على 8. برحمة بيي وبيك أنا ولا مرة ضغطي نزل عن 140 على 80. أخ منك يا جرمانوس رح تجلطني. رح روح أحضر كوميكاز وريح أعصابي. الله معي. أشيك يا جرمانوس أشيك يا طراية يا عمي أشيك يا جرمانوس خير يا جرمانوس خير أشيك يا جرمانوس يا عمي مش بعرفين أنه أنا مريض إلي يومين مريض أشبيك مريض ورا أشبيني الكتيم حكمني كتيم معدتي كاتمة على الآخر يا جرمانوس وهذا مرض هلي لايك بتجي الدكتورة سمع تعطيك حب ده بتهرهر معدتك ده ليش انت جاي لعندك الدكتورة؟ ايه يا زلمي مال الحكيم طالب لي فحوصات انا ايه وانا ايش دخلني فيهم؟ ايش دخلك فيهم؟ يا زلمي ما انت صاحبي ورفيق عمري ورفيق دربي كيف شكل ايش دخلك فيهم؟ هلا انت بتساعدني بدي ساعدك بالفحص وفحص بالمدرسة هو؟ لا لا يا زلمي لا مش فحص مدرسة عندي فحص باول انا شو دخلني بفحص الباول كجر انت ايش دخلك؟ انت القصة كلها ما انت بدك تهدي لي ايه؟ اش 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 ايه برحمة بيي وبيك افيش غيرك يهدي لي ايه للمرضبين للمرضبين؟ ايه والاش بدي هدي للمرضبين؟ يا خي تصيب بنصه لا تصيب المرضبين بنصه؟ ايه ايه واذا ما صبتوش للمرضبين بتصيبني بعيني يعني لا 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 تخافش يا يوسف انت مسكه منيح مزبوط سمع كيف؟ وانا بتمسك و ايه ايه لك يا جرمانوس والقاش بدك تعمل فحص باول؟ لك يا يوسف الكلام بسرك سامع؟ ايه يا خيي بدي اعرف اشو سبب الارتخال صايبني. المرأة يا معلم دشرتني. ايه هذا جرمانوس مش طالع من امره شي يا معلم بس برحمة بيي وبيك لازم افرجي يا جرمانوس من هو ابكون جرمانوس ولك جرمانوس كان كل عمره مركع النسوان اسا جرمانوس راكع وبلا شنتين. هاي بس الحالة يا يوسف بونجور اهلا وسهلا اهلا وسهلا فيكي انت الدكتورة ما هاي؟ انت جرمانوس المحلول؟ لا هيدا جرمانوس المحلول وانا جاره يوسف اللي ضربني كتيم بعيد عنك معدتي ضربها الكتيم الي يومين لك يا دكتورة يرحم بيك معك هيك في حبي تعطيها ليوسف تتسهل او شي تحميلي خلص خلص خليه يتسهل خليه يتسهل رح يبيش من الصبحة ورح يبيش كتير منيحة يمشي الحال خليني احكي مع المحلول يعني بتسهل لي اموري بتسهل لك امورك خليني سهل اموري انا كمان بخدها هلا خدها خلصني خدها يوسف خد رد كرع لك كرعة موي انت مسيو محلول ايه والله اسمع مسمى مبين عليك محلول خالص لك يا دكتورة وبتنحل مشكلتي؟ يعني اذا انحلت مشكلة الكهرباء بلبنان بتنحل مشكلتك ايه برحمة بيي وبيك بلشت تيأسيني يا عمي شو ذنبي انا جاي اعمل وظيفتي يعني جاي اعمل لك تحليل للبول تفضل هيدا المرتبين
ايش هذا المرتبان؟ ايه يا عمي منه صغير. شو بدك يعني؟ هيدا هيدا كجرمانو يا مكحل كجرمانو. شو بدك يعني؟ جيب لك جالون 20 لتر برحمة بي وبيك، جيبي خزان 2000 لتر تفول لك اياه. لك ستار بدك عبي هيدا ستار هيدا. خبر على يوسف خبر على يوسف. لا لا روبا لا ما تحكي مبين قوم نقط لك نقطتين بهالمرتبين وكتر خيرك ما حدا قدك. لكي لا تتحدين انت ابن احمد مي وميك يوسف عقل لك كلمة يوسف. شو عم يا حبيبي لا عم بتحداك ولا عم سملك بدنك، انا بعد عندي 10 زبونات على شكلتك وبعدني جاي من عند شي 6 زبونات. 6؟ ها لكن دكتوره شو وهودي الست اللي كنت عندهم حلت ونايك مدي مش حالتي مش في حالهم تنشطوا ها تنشطوا تيتون منشط منشط اسود ولك ايه منشط يعني حبة زرقاء حبة زرقاء وهي عشان اوعى يا اوعى يا شرمان تاخذ الحبة الزرقاء لك عارف شو بدك فيه لهيدا شو بدك فيه اصلا تاخذ الحبة من هون وديتين ديتين بيزبط وضعك يا باطل اعطيني اعطيني يا شرمان اوعى تاخذ الحبة الزرقاء يا شرمان لا تيوتر لا يا عم اذا اخذت الحبة الزرقاء بيوقف قلبك قلبك قلبي قلبك بيوقف طب معقول يوقف قلبي ايه طبعا لش في عندك شيء تاني ليوقف يا اسكت يا يوسف لا تيوسف لا تحكي العكس لا 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 خليني انت لا خليني انت هلا انت يعني خليني خلص هدي هدي خذ هالحبة يلا روحي هلا ديتين مثل الحصان بتصير هيك قولك بصير مثل الحصان هيك قولي ولك اكيد ليك مدوية بتعرفوا انا بشو بستعمل الحبة الزرقاء بايش بالجاتو ايش 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 جاتو اسمع ايش بتعمل له الجاتو شو بتعمل له بيرفخ الجاتو رفخة بيصير هيك رح يبش يا باطل مرة عملت جاتو على موز اي ما تعرف الموزات من وين يطلعوا انتشروا يا باي يا باي يا باي يا باي يا رب التجينا اسمع زوز المضروب بحب الزراعة عنا جنينة صغيرة بيزرع خيار بس كيف بيطلعوا هالخيارات المصمصين تمصمص مضبوط وبلا طعم بالمرة فدوبنا حبتين بالمي ورشيناهم على الخيارات فخيارات وصلوا لعند الجيران يا باي يا باي يا باي يا باي يا باي يا باي يا رب يوتن يوتن ايش الثاني راح يجي بالارض يا يوتن لا يا عمي شطت هالتا يا يوتن ايوه اكتا فيا يا يوتن كل عمرك انت متركع النسوين طول بالك ركعت هلا اخ يوسف ده كان زمان رزق الله هذيك الايام لا يا مدموزيل وقتي بس تعرفت اقول لك شفت كيف انفخت؟ ايه برحمة بي وبيك هيدا كله بسببه يا لطيفة هاي برحمة بي وبيك فوق جيراننا بالطابق الفوقاني افيش واحد منهم بيمشي جالس كلهم بيمشوا هيك ايوه وهذا كله بسببه طبعا ايه منيح اللي انا مش ساكن فوقه وانت وين ساكن؟ ايه والله انا ساكن تحته بس هلا صار علي خطر لانه بتعرفي ييه هيك بطل صار هيك لك يا دكتوره اذا رحمت بجي وبجي ايوه حرمت لك طياره تمرق فوق البنايه من ولا شو مضاد للطياره رسمي هيدا رسمي هيك 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 يوسف خبرنا وقت صار في حريقه باستراليا معلم ومديت على استراليا وبلشوا يطفوا فيها هونيك يا بيي بلشوا على استراليا يا بيي هيك يا عمي هيدا هيدا شو يا عمي فريد بالكنس بوك هيدا كنس بوك ناس تطفي وناس تسال كاسول قدام البيوت هونيك بس 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 هيدا جمالوس هيدا يا عمي يا لطيف لكن فكرك مين فخطها طبقة الاذان أصعد مين فختها؟ أصعد مين فختها؟ خليني أنا لا ما تقلي كمان الجوار بلبنان سببه أنت لا بدنا نقلي لا 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 إيه ده شرمانو مش طبيعي لك يا دكتورة قول إيه برحمة بجي وبجي سادي بشبابي أنا بس كنت أمشي على الدرب كنت حاطط أرمى على ظهري مثل البسيط انتبه وقوف متكرر بدي اعرف هلا الارمه اللي كاتبها هلا شو اوعى تتفركش بالنبري يا دعانو يا دعانو شيخ الشباب يا دعانو
لايك يا دكتورة. والله شي بحزن. ايه والله شي بحزن، مرة حطيت وانشرت عرضه. لا انشرت طوله طوله. ايه خي طوله، هيا لا تحاسبني كلمة. طوله وكت في هاي. حط عينه بعينه، ما هو اعور فرد عينه. قلت له يخرب بيتك عشان كبلت هوا. الا الا. يا زلمة خلقنا سوا. سوا. تحفدنا سوا. سوا. كبرنا سوا. وقفنا سوا. وقفنا سوا. ايوه. وفيكش تنعبر تنطر تنموت سوا مت قبلي. عوض بسلامتك. عوض بسلامتك يا عمي. لا خليني بوسك ما لها شيء ما لها شيء. شو هالعلى هيك؟ تزعلش كثير ها؟ مثل ما ودعت تلاقي. الله يخليك. ما لها شيء ما لها شيء ما لها شيء. ايه زمان ايش بدنا نعمل؟ أصلاً أنا نعمل دخلك؟ إيش أنت ما كنتش تتغني له وقت كان هيك ويقول لا يا خي لا هو كان يغني لي هو كان يغني له كان يغني له كان يغني لي قوم وقف وأنت بتكلمني قوم وقف وأنت بتكلمني وقصة شو صار فيك؟ يا خي حلق قلبك الآية صرت أنا أغني له أنت بتغني له إيش بتغني له؟ تركت كل النسوان علشانه علشانه استحملت اللوم وعلى شي بعد ده كله على شيء على شيء كسر منه ليك ارتاح وريح عرايتك ما خلصني منك انت وياه يا عمي انت ما حسيت بشي بعد اي اي شو هذا يا بيي شو في شو حاسس يا دكتوره والله برحمه بيي وبيك بلشت تحس بمغص العمل ايه يعني صار فيه الزلمه يا عمي شو عاطت ايده ولا الزلمه يا عمي شوفي مغلطين اللي بدها شو عاطت رو يا عمي رو ما تلب يا ما تبغزوني يا جماعة صاري صاري كتير يعني بدل ما أعطيك لإلك حبة هيك تسهل لك أمورك وحبة تنشط لأموره تغلبط برحمة بي وبي اللي بشو حاسس حاسس اني عندي اسهالي وبدي فوت على الحمام اركض اركض روح يا جرمان يا بي يا بي يا لطيف لحظة وانت شو حاسس؟ انا ايش حاسس؟ حاسس انه البنطلون بعشه يعني انا ايش حاسس انا يا عمي؟ حاسس الدنيا مش عندي انا هلا يا لطيف ليك هيك يا دكتورة؟ ها؟ انت معك حبوب منع الحبال؟ ليه؟ لانه برحمك بي وبيك لازم تسفي لك حبتين هلا يا لطيف لانه انا بدي اطلب فيكي واضحة تعالي خلص عايز الناس اللي ما بتعجبني وبتعصبني واللي بيرميك بورده اقولكم كم مرة ضحك الفريق المساند لكوميكا تيم خلونا نشوف سوا مرة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 14 15 16 مرة وبقي برصيدهم مبلغ $1000 إذن الفائز معنا هو الفريق المساند لكتير سلبي تيم يلي بقي برصيده مبلغ $1100 مبروك الربح خليكن معنا لأنه بعد البريك بدنا نشوف سوا على مسرحنا أحد أبرز الكوميكازيين بلبنان ويلي شو ما قلنا عنه بيضل في كتير لينقال بعد ما تسألوني اسمه شو 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 حذرته من دون ما قلكن هو الفنان شو شو بعد البريك وصلنا لفقرة كومي تريبيوت اللي هي تحية احترام وأعجاب لشخصية كوميدية لبنانية عبقري بالكوميديا وبيستحق عن جدارة لقب كوميكاز الشعب حسن علاء الدين ترك الكثير من الأعمال الكوميدية يلي ساهمت بزرع الضحك بوطن كان عم يبكي ويلات الحرب الأهلية علق بذاكرة الناس بشخصية شوشو ولما نشوفه على المسرح أو التلفزيون منحسه شخصية خرافية غريبة بشواربه الطوال وجسمه ضعيف ولسانه الصليط حسن علاء الدين ترك هالدنيا شاب بعمر 36 سنة وصحيح مات فقير ومديون بس أغنى لبنان بأعمال فنية رائعة خلونا نشوف سوا هالمقطع من أحد أعماله ومن بعدها منكون مع مشهدنا يلي هو تحية لشوشو أي
أشهر نجوم الشاشة الجنسية تشارك شوشو فيلمه الجديد. الألمانية روث جاسمن يعرفونها في أوروبا كأجرأ ممثلات الأفلام الإباحية، ولكنها تقول وتؤكد قررت التوقف عن هذا النوع السينمائي المثير لتبدأ حياة فنية عاقلة. فيلمها الجديد ستمارس فيه مواهبها الرصينة إلى جانب نجمنا الوطني حسن علاء الدين. مغامرة جديدة بانتظار شوشو، ومن يدري لعل طريق الشهرة العالمية ستفتح أخيرا أمام أشهر هزلي في لبنان. حتى نشوف امنا عزيزة، اكتب لك هذه الرسالة وانا اقبل يدك. ايدك اللي بصل. طيب الايد التانية حتتيها بزنار بعية. طيب يا امي انا ماشي حالي كتير منيح ببيروت، وعم بشتغل بمكتب الكاتب عند المحامي طارق الشبعان. له يا اما ما لقيت بنت الحلال، لما لقيها بخبرك. وحياتك يا اما بكره لما اتجوز اذا اجاني صبي رح سميه اسمك انت بديعة. يلا حتى نكفى. شوشو يا شوشو، شوشو يا شوشو، شوشو دخيلك يا شوشو، دخيلك يا شوشو، دخيلك يا شوشو، دخيلك يا شوشو. ايه اللي مثل طارق؟ ما إلي غيرك يا شوشو. ايه هلا صار ما إلك غيري؟ طول عمرك يا فرنقة، تعا يا فرنقة عروح. طول بالك طول. في مرة اتعرفت عليها على التليفون اسمها فحطة. ايش فحطة؟ فحطة يا شوشو فحطة. ركز. وشو بها؟ شو بها؟ بها انه هيدي المرة اتعلقت فيي، انغرمت فيي، هيدي فحطة انفحطت فيي فحطة الى اول ما الى اخر. مرة معها مصاري زنكيلي يا شوشو. ومرتك متر؟ ايه ما مشان هيك بدك تساعدني يا شوشو. هيدي فحطة جاي اليوم تتعرف علي هون بالمكتب، هيدي ما شافتني بحياتها، اليوم بدها تيجي على المكتب وتسأل عن الماتر مين؟ طارق الشبعان. بتقلها انه انت طارق الشبعان. ايه مزبوطة، انت طارق الشبعان. لا 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 انت بدك تقلها انت طارق الشبعان. ايه انت طارق الشبعان. لا يا خي لا انت طارق الشبعان، بدك تقلها انه انت طارق الشبعان. انت طارق الشبعان. لك لا يا خي فهم علي، الا انت طارق الشبعان. بقلا انت طارق الشبعان. لك بطر على كفك بعملها خلتك. ولك انا طارق الشبعان. انا طارق الشبعان. برافو عليك. انا مين؟ طارق الشبعان. انا مين؟ انا طارق الشبعان. انا مين؟ انا طارق الشبعان. انا مين؟ انا طارق الشبعان. لك بدك تساعدني بس توصل لهون بدك تمثل عليا. ايه بس انا ما بعرف امثل. ما خيي مثل، اعمل بدك اياه، اهم شيء خذها بالحكي وجيبها، واخر شيء وديها. طيب وليش بدي اعمل هيك؟ ليش بدك تعمل هيك؟ لانه اذا مرتي عرفت بهالشغله، عرفت انه انا عم بظهر عليها بتخرب لي بيتي. ولك يا شوشو اذا بتعمل اللي قلت لك عنه راح اعطيك مكافأة. بدي اجيب لك مكنسي غير هالمكنسي. شو بتقول؟ طيب ماشي الحال؟ ماشي. لا اوصلي دخلك يا شوشو، لا اوصلي طلع لك تعال. لا هلا انا رح فوت اتخبى ورا المكتب. أوكي. ها هلا انت اعمل اللي قلت لك عنه منيح. حاضر. انا مين؟ انا طارق الشبعان. انا مين؟ انا طارق الشبعان. انا مين؟ انا طارق الشبعان. وانا مين؟ انا طارق الشبعان. وانا مين؟ انا مين؟ انا طارق الشبعان. انا مين؟ انا طارق الشبعان. لك شو عم تعمل؟ لك يا خيي انت طارق الشبعان، انت بدك تقعد هون. انا طارق يا مات. ويلا ويلا يا اهلا يا اهلا وسهلا.
انت مين؟ انا طارق الشمعان، انا طارق الشمعان، انا ايه. بتعرف صوتك مغير، مش هيك صوتك على التليفون؟ ايه ايه، كنت حادد على كرامته. اول ما شفتك وجعني قلبي. انا اول ما شفتك وجعني بطني. بتعرف كنت عم بحلم برجال طلع له شوارب. ايه ايه، لا انا شوارب طالع لهم رجال. إيه. بس مش معقول، مش معقول شو حبيتك. بتصدق؟ ايه، انت اكتر واول اول واحد حبيته من بعد ما توفى المرحوم جوزي. ايه، ليش المرحوم جوزك مات؟ ايه، بس بتصدق؟ ايه، بتصدق انه من بعد ما مات المرحوم جوزي ايه في كتار 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 ناس حبوني. ايه اها، وانت ما حدا حباك؟ امبلا، انا كمان في كتار حبوني. الجوع، الفقر والتعتير، النحس، القهر والفواتير، كلهم بحبوني. شو فقر وتعتير؟ مع أساس معك مصاري كتير. ايه مزبوط، معه مصاري كتير. مين معه؟ المتر طارق الشبعان. ما انت المتر طارق الشبعان. ايه هو طارق الشبعان. مين هو؟ هو متر طارق الشبعان. لكن انت مين؟ مش انت المتر؟ انا المتر؟ انا جاء نص سنتي. قوليلا. ما فهمت عليك، انت مش طارق الشبعان، لكن انت مين؟ ما بعرف. طيب انت شو عم تعمل هون؟ قلي هلا شو عم تعمل؟ شو شو؟ ايه مزبوطة، انا شوشو، هيدا هي، طلب مني المتر طارق انه مثل عليك، لانه اذا عرفت مرته انه عم يدهر عليا بتخرب له بيته. لك هالبلا اخلاق. أه؟ انا بعرف كيف ربي. أه؟ بس تعرف شغلي يا شوشو. أه؟ انا حبيتك كتير وما تعتلهم، انا معي مصاري ومعي اراضي وعقارات وشوية صيغة. وانا حبيتك ومعي كوليسترول وسكر وشوية ضغط. شو رأيك يا شوشو تروح معي؟ وانا ما بيكون اسمي ست فحطة اذا ما بخلي مرته تمسح فيه الارض. ايه هلا انت الست شحطة؟ انا الست فحطة. ايه ما حق ينفحط فيك فرد فحطة. مرسي. طيب رح انترك برا. ضبضب والحقني. حاضر. شو عملت فيا يا جوجو؟ قلت لك ما بعرف متل على الناس. مين حضرته؟ ايه حضرته الفرنقع اللي بيكنس المكتب. شو؟ خدي يا فرنقع، باي باي يا ابو شحطه. شوشو يا ابو فرطه، راح اعمل جلطه. يلا. بنهاية هالحلقة بشكر كل الكوميكازيين يلي شاركوا معنا الليلة، إيلير راعي، دولي الحلو، فادي شربل،
أنتوانيت عقيقي، ريمون صليبة، فؤاد القدوم. باي باي.